اهلا بكم اعزائي المشاهدين وحلقه جديده من مسابقتنا، مسابقه برنامج عالم اليف. زي ما قلنا كل يوم هيبقى فيه او كل حلقه هيبقى فيه حيوان اليف بنتكلم عنه او طائر اليف او نوع من انواع الزواحف. النهارده حلقتنا هيبقى نوع من انواع الزواحف الاليفه، وزي ما بقولنا ان الزواحف الاليفه بتربى في بيت خاص بيها. البيت ده بيت زجاجي بتهويه خاصه. النهارده الزواحف اللي بنتكلم عليه هو نوع من انواع البرمائيات، وهو الضفدع. الضفدع الملمس بتاعه الخارجي طبعا بيبقى شبه لزج شويه او ملمس ملساء، فطبعا يعني كتير مننا ما بيقدرش ان هو يمسكه او يخاف يمسكه. في بعض الاقاويل عنه في مصر كتير جدا. عدد البيض اللي بتضعها الضفدع بيصل ل 50,000 بيضة في بعض الأنواع. طبعا بتعيش معظمها مستخبية جوه الكهوف والمستنقعات والبرك. طبعا احنا بنقول طبعا ان الماء اللي بتتواجد بيه، يعني احنا ممكن نقول ان هو ماء راكد او ماء ملوث. لا، هو مش ماء ملوث، هو ماء البيئه اللي بتعيش بيها الضفادع بيبقى بيئه نظيفه. اي تلوث او اي في البيئه بتاعتها بيبتدي الضفادع دي تموت، لان هي حساسه جدا للتلوث. في نفس الوقت الضفادع كاهميته كعالم كحيوان او كزواحف اليفه ان هو ابتدى يتواجد دلوقتي. صحيح مش منتشر قوي في مصر، لكن في معظم دول اسيا. يمكن من ضمن الحاجات بعض الناس قابلتهم كان مصطبح يعني واخد معاه في رحلته في السفر من دوله اسيويه لاوروبا الزواحف الاليف بتاعها، اللي هو كان عباره عن الضفدع. ويمكن قابلته مشكله وما سافرش بسبب ان اتمنع الضفدع بتاعه ان هو يسافر. ساعتها قال ده الحيوان الاليف بتاعي، مش ممكن اسافر من غيره لانه بيحتاج اشتراطات خاصه او ما فيش اشتراطات ليه، فاتمنع من السفر الضفدع. وكان نتيجتها ان الناس اللي بيربوه ما سافروش هم كمان. فمن هنا ابتدى ان احنا نلاحظ ان في اهميه للضفدع كزواحف اليفه. في نفس الوقت ان هو ابتدى ان هو يبقى ليه مزارع، لان في بعض الدول زي فرنسا بيبقى فيها وجبات وفيها اكل للضفادع، بالذات اللي هي الارجل بتاعتها. يمكن في طبق مشهور اللي هو فروجز ليجز، مشهور جدا في فرنسا. فده ادى طبعا الانتشار بعض الناس ان هي تفكر وتعمل مزارع. في مزارع دلوقتي للضفادع بتربى فيها، بتسمن، بيبتدي بيبقى ليها حجم معين. جايز طبعا مش منتشر عندنا هنا في الشرق الاوسط، لكن هي منتشره في اوروبا، لانه هو الضفادع من ضمن الحاجات اللي هي بالنسبه كبروتين القيمه الغذائيه بتاعته عاليه، وهم هناك يعني بيبقى بالنسبه لهم حاجه لذيذه ومتواجده ومنتشره جدا في معظم المطاعم هناك. في نفس الوقت الضفادع يعني يمكن برضه من ضمن الحاجات اللي احنا المعلومه اللي احنا بنقولها في مسابقتنا عن الحيوان او الزواحف اللي بنتكلم عنه، اللي هو عمره. يمكن كلنا ما نعرفش قد ايه بيعيش الضفدع. الضفدع بيعيش من حوالي 4 ل 15 سنه. يعني تصور الضفدع ده ممكن يقعد 15 سنه او اكتر عايش معاك كزواحف اليفه. طبعا احنا بنتكلم على الزواحف الاليفه، يمكن يعني لو اتكلمنا عليها هنا في مصر، من اهم الحاجات اللي بتربى عندنا هنا في مصر يمكن السلاحف. السلاحف يمكن ناس كتير بتربيها كزواحف اليفه عندنا في البيت، لكن الضفادع بتنتشر في اوروبا وبتنتشر في اسيا كحيوان اليف. في نفس الوقت الضفادع بتتميز طبعا بقفزتها، يعني القفز فيها ده اساسي. القفزه بتاعتها بتبقى قويه جدا، لان بيبقى تقسيمه جسمها وعضلات الرجلين بتاعتها بتبقى قويه جدا. فعشان كده ان هي بتنتشر بتشتهر ان هي رجل الضفدع بتبقى بتتعمل في بعض المأكولات وبعض الاطباق الشهيه في اوروبا. في نفس الوقت بتتميز برضه، مديها ميزه ان هي بتتغذى على بعض الحاجات اللي هي الحشرات الطائره وبعض الحاجات اللي في البيئه حواليها. فدي بتؤدي ان هي تصطاد ازاي؟ بيصطاد عن طريق اللي هي اللسان. حركه اللسان بتاعتها بتبقى قويه جدا، بيبتدي ان هو يلتقط الحشره في بضع ثوان ويبتدي ان هو يلتهمها. دي مميزات يعني متعدده للضفدع. في نفس الوقت الضفادع بتعمل اصوات للتواصل بينها، اصوات خاصه بموسم التزاوج، اصوات خاصه بالقطيع نفسه بتاع الضفادع.
يمكن هنا في 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 مصر يعني مش متواجده قوي، او ابتدى يتواجد بعض المزارع، والمزارع دي طبعا بتبقى للتصدير، بتصدر على طول الضفادع اللي هي خاصه بالاكل. لكن بالنسبة لمصر لما يتواجد يعني مثلا زي بحيرة أو بركة اللي موجودة عندها الضفادع ديت، يمكن بيحاول إن هو يتخلص منها، رغم إن إحنا يعني من ضمن التوعية والإرشاد بتاعتنا إن هو يسيبها، لأن دي من ضمن الحاجات اللي بتعمل توازن بيئي. فالضفادع مهمة جدا جدا في التوازن البيئي، لأن هي بتقدر إن هي تخلصنا من بعض أنواع الحشرات الطايرة والحشرات الزاحفة، وبتدي إن هي تنظف البيئة اللي حواليها. مش معنى ان انت تشوف البركه اللي هي فيها الضفادع ان هي فيها ريم اخضر او فيها يعني لون غامق ان هي دي بيئه ملوثه، بالعكس الضفادع زي ما احنا قلنا يعني حساسه جدا، فهي من ضمن الحاجات اللي احنا بتدينا مؤشر ان كانت الميه دي ملوثه ولا لا. فلو لقينا الضفادع دي ماتت او حصل لها حاجه، يبقى ابتدت البيئه اللي هي عايشه فيها دي كبركه او بحيره صغيره ان دي في تلوث. ممكن برضو تتغذى على بعض الأسماك الصغيرة، وفي نفس الوقت الضفدع بيشتهر إن هو ليه بعض الأصوات جايز بعض الناس يعني بتلاقيها مزعجة، يعني بتشتهر جدا في الأرياف والحاجات دي، يقول لك أنا مش عارف أنام من صوت الضفادع. بس الأصوات دي هي زي ما بنقول إن هي وسيلة للتواصل، وسيلة للتزاوج، يعني زي ما بنقول في كل مرة إن إحنا الحيوان الأليف اللي بنتكلم عنه، بنقول إن إحنا بنتكلم في جميع أنواع الحيوانات الأليفة، سواء كانت بتربى في المنزل، سواء كانت حيوانات مزرعة، سواء كانت زواحف بتربى في أقفاص، سواء كانت أسماك زينة. اللي بنقوله في مسابقتنا طبعاً في كل مرة إن إحنا عاوزين الحيوان ده إيه الآية اللي ذكر فيها، إيه السورة اللي ذكر فيها، كم مرة ذكر في القرآن الكريم. طبعا بنستنى الاجابات بتاعتكم طوال شهر رمضان على رقم الواتس اللي على الشاشه. المسابقه زي ما بنقول ان هي ان احنا بننشط الارشاد والوعي البيطري والتعامل مع الحيوان وحب اقتناء حيوان اليف. بنحييكم في نهايه الحلقه، وبرضه بننصحكم باقتناء حيوان اليف. تعد الشركه الهولنديه المصريه من كبرى الشركات المتخصصه في الدراي فود للحيوانات الاليفه، الموجودة بالسوق المصري منذ عام 2009. فالشركة وكيل لمنتجات إريون الهولندية المتخصصة في الدراي فود الصحي وعلاجات للكلاب والقطط، وأيضا منتجات شركة شام الهولندية العالية الجودة والمتنوعة للكلاب والقطط. واستطاعت الشركة الهولندية المصرية إنتاج أفضل منتج محلي، والذي يعد رقم واحد في السوق المصري، وهو سوبر كانيدو الخاص بالكلاب والقطط. وتستعد الشركة الآن لتصديره للعديد من الأسواق العالمية.